عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. الناس تبارك الله كنتواجدوا في سوق الاربعاء تحيه لاقليم قلعة السراق من الخوت بن عامر. تبارك الله بتاريخ 2021 شهر 12 خوت في 22 تبارك الله. تحيه لعبد عالق الله يحفظك خويا. الله يحفظك خويا زين. شحال خويا زين؟ خويا المشري دينا ب 36000. 36 الرزاق الله يبارك الخوت. الله يبارك الخوت وخا الله يحفظ خويا الله يعزك. النمرة واحد النمرة واحد تبارك الله تبارك الله. 36 الخوت 1800 درهم الخوت تبارك الله. 36 اش دير في السنة خويا زين؟ جامع ولكن جاب صحيح النمرة واحد. شوف والنمرة واحد الخوت تبارك الله الله يبارك. النمرة واحد الخوت شي حاجة مليحة. بديت لكم بهذه الحاولة هذا راه عجبني الخوت شي حاجة مزردة نقية تبارك الله. شحال كطلب فيها ياسين؟ وحنا مع السوق اخويا مع السوق مع الجواد حنا باقي ما شفنا حتى حاجة بعيدين هذا هذاك الشيء اللي كاين. الله يسهل عليك. كانت نجيب فيه الله خويا ترى نبيعو. الله يسهل عليك. فيه خمسة الناس خمسة الناس 36 المشرف تبارك الله على الزخاري. الله يحفظك الله ينور خويا. خمسة منهم العياشي. الله يبارك الخوت ولدو ولدو الله يبارك الخوت. 36000 ريال 1800 درهم الخوت وهذا راه 50000. هذاك 50 راه باقي صغير هذاك دابا حنا خاص بنادم يفهم هذاك راه باقي صغير. هذا الشيء اللي كاين تبارك الله. الله يبارك 50000 المشرى تبارك الله. الله يحفظ خويا ياسين الله يعزك الله ينور خويا تبارك الله. تحية لعبد العالي الله يحفظك. الله ينور خويا ياسين الله يحفظك. الله يسهل عليك خويا ياسين الله يسهل عليك. الله يجيب لك تيسير. السلام عليكم. مليون و15 مليون و15 10000 الخوت و750 درهم تبارك الله. مليون و15 لا كاين الزين تبارك الله. الله يبارك الخوت سلعة زوينة تبارك الله. الله يبارك الخوت لا والو والو ديفو ما كاينش تبارك الله. الله يبارك الخوت سلعة زوينة. مليون و15 10750 درهم الخوت تبارك الله. الله يبارك الخوت حوارة تبارك الله. حسنا الحليبية كلهم تبارك الله. تحياتي لسي الحال هاني مديهم تبارك الله. الله يبارك الخوت. خويا نخلي لكم نمرة السوق خويا رشيد. اللي بغى واحد ولا جوج ولا اللي بغيتي بغيتي واحد راه يبيعوا لك ما عندوش هو المشكل. هما راهم ثلاثة مليون و15000 10750 درهم. فر اخويا سنان الحليبة فرش اخويا سنان الحليبة سنان الحليبة تبارك الله. الله يبارك وراه السلعة من يسطا وسلعة مليحة. والغرم ديال بن عامر راه كلها محرر الخوت كلها محرر كاليتي تبارك الله. هادشي اللي كان هو هذا قول الميرا رشيد صافي طلقوا ما حد طلق 06 06 36 36 35 35 03 03 17 17 نمرة السي رشيد. هادشي اللي كاين هو هذا الخوت تبارك الله. راهم حوار الخوت راهم ملاح. نذكركم الثمن مليون و15 ربع على 10750 درهم. خويا رشيد الله يسهل عليك. خوت هاد السلعة هادي راه ديالي فهمتي غنزيد على هاديك السلعة ديال نهار الاثنين ان شاء الله ديك 22 راس غنمرا غليظة الخوت وغنم جيدة وواقفة ومليحة. 11 خروف اللي شريت اليوم من بني عامر الخوت بنزيد على هاديك 22 راس ان شاء الله وراه غنقادو ونريقلو ونلوحو تاني ان شاء الله واللي عجباته مرحبا. المشرى راه ما مقادش الخوت راه كاين واحد ستة هنايا ب 40000 ريال على 2000 درهم خوت وهذاك راه ب 40 تا هو هذا اللي جات الحيط هذا راه ب 36 فهمتي الغلم كاع كوا طيح طيح ب 8 38 واش 400 فهمتي راه غنقاد غير ريقل الخوت وغنلوحها واللي بغاها مرحبا الخوت. هادشي اللي هو هادشي اللي كاين هو بحال غطيح بشي 1900 وشي 20 درهم فاش غطيح الخوت وراه سلعه راه زوينه راه نقيه. هادشي اللي كاين هو الحبوب ولا الديفو ولا شي حاجه راه ما كاينش. سلعه راه زوينه نقيه 11 حوالي شريت اليوم نقيه تبارك الله وغرم غليظه بالواحد تبارك الله. الله يبارك الله يدير الخير الخوت سلعه راه زوينه تبارك الله تبارك الله. راه كل غلم غليظه اللي تجي للعيد الخوت تبارك الله. سلعه هذه الخوت وراه نقيه كاليتي اخويا كان فيها بشي وحدين ب 40 6 6 ب 40 وكان واحد اخر ب 40 وهذا راه هو ب 38 قول غطيح بشي 8 8400 حتى 39 هذه هذه بعد اللي هنا اصلا هي 11 حوري هذيك عقمشة ماشي حبوبة خايفان كما كنقول لكم الخوت خربان راهم ملاح راهم زينين واقفين ومشمشين ودير السرح شغل القرن ديال الغنم كيدير والحبوب ولا الديفو ما كاينش
ان شاء الله راه غنمشي للدار وغنريقل هذيك الساعه اللي بغى الخوت. مرحبا، راه عندي 22 و11، هي 33 خروف اللي غتكون عندي ان شاء الله، واللي بغاها مرحبا راه غنتقاد معاه في الثمن، اللي بغاها مرحبا ما عنديش المشكل، اللي بغاها مرحبا. هادشي اللي كاين هو هذا، غنجري على الخرف انا سفيان، جر كاع على هذاك. هاك تبارك الله، هانتوما الخوت، وراه سليعه، راه سليعه نقيه 11 حولي، راه زوينه الخوت. تبارك الله، اللي بغى العيب ما كاينش، تبارك الله، اللي بغى الخوت مرحبا. تبارك الله، راه كل غرم زوينه وكل غرم مشى مشى بالواحد. تبارك الله، حيت خليه يمشي وحدك، خليه يمشي وحدك. فهم السعد، فهم السعد، مشى القوت. حيت سي عبد الرحيم، السلام عليكم. السلام، ديما كنجي كنلقاك، كيدير بخير، كتشري مليح تبارك الله، الله يبارك. شحال اخويا الزين؟ ادينا ب 35 و 35 و 400، تبارك الله، بحال 1770 درهم، 1770 درهم، الله يبارك الخوت، الله يبارك فريق شات كحلين، وريني الدميعات وريني الاخرى، تبارك الله، الله يبارك. رفيع الحبيبه في، ولكن باري هذه، باري ما عليها، ما عليها حتى شي حاجه، ميته ميته، الله يبارك الخوت اللي عزوين هذا، خرف بدري زوين نقي، القراص ثوب كلشي، هادشي اللي كان هو هذا. وكنجي عند عبد الرحيم راه كيشري المليح والنقا، هادشي اللي كان هو هذا، وراه هو كيشد المعقول. تبارك الله، انا جاي اخويا، قول اخويا النميره ديالك الله يحفظك. 06 96 96 42 24 64 64، واتساب واتساب صافي، كاينه وفروا لك هذيك الواتساب، يفتح كونيكسيون مفتوحه، صافي يلا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك المرضي، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. السلام عليكم سيدي، كي داير نعمس؟ بخير، صحيحه مزيان، شبعتوا شي شتا شويه؟ الله يرحم فينا، الله يرحم فينا، بأخص انا الشتا. القلوب صابحه رطبه اليوم شويه. شويه. اكوك، شحال اخويا هاد جوج؟ جوج 71 و400. 71 و400. القلوب قلتي؟ دات ترطاب شويه. دات ترطاب. الله يرحم فينا. الله يرحم فينا الخوت، 71 و400. تبارك الله الخوت، هذا الشيء اللي كاين هو هذا، 3570 درهم الخوت، تبارك الله، الله يبارك، خرفان زوين، ما عطاوك لا ربح لا والو، باقي على الله، باقي على الله، تبارك الله، 70000 71400 الخوت، 3570 درهم، تحياتي السردوان من هذا المنبر، الله يبارك فيك خويا. مرحبا، نجي عند خو البايم قليله، كاين الثمن شويه، السوق راه خاوي الخوت، ها انتم السوق راه ما كاينش العاج، ما كاين والو، هادشي اللي كاين هو سي بو محمد، الله يسهل عليك، طب لك السلام اخويا، الله يسهل عليك. سي احمد تحياتي ليك، كي داير نعمس؟ بخير. سي عبد الرحيم راه مشى، شتيه كي داير انت؟ هاني شحال سي عبد الرحيم؟ سي احمد 82 المشرى، تبارك الله الخوت، عطاك 3000 بحال 85000 ريال، خوت المشرى 82 وعطاهم 3000 ريال بحال هي 85، تبارك الله، 4100 درهم الخوت المشرى، عطاهم 150 درهم بحال 4250 درهم، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الشيء اللي كاين. كي جاك الشوق شويه السي احمد؟ باين قليله. امين امين، الله يعطينا الشاي، امين اخويا. تحياتي السي عمر، تحياتي لك السي عمر. لا واخا هكاك السي احمد كيعجبني، السي احمد كيعجبني وكيشري المليح، لا عنده عنده ما يتقال، تبارك الله، صافي عسير السي عبد الرحيم، ماشي مشكل، تبارك الله. السي احمد الله يسهل عليك، الله يسهل عليك خويا. السلام عليكم، كي داير سيدي؟ بخير، صحيح مزيان، شحال اخر حالي؟ 28 و400 المشرى، تبارك الله الخوت، 28400، 1420 درهم، بحال شحال عطاوك رباح؟ 600 الخروف، بحال 29، تبارك الله الخوت، الله يبارك، بحال 1450 درهم، تبارك الله، الله يبارك. اي مرحبا، دور ولا الرحالي، والله يهديك، انا ماشي في هذاك الشيء ديال اي واحد، دير نمرتو عادي عندي، تبارك الله، تبارك الله، راه خرفان زوين، شحال هما؟ خمسة ياك؟ خمسة، خمسة، تبارك الله. سير اخو الرحالي النميرة، 06 06
53 20 10 22 نمرة خويا الرحالة هادشي اللي كان هو هذا الخوت طايحين عليه ب 28400 على 1420 درهم الخوت وعطاو 600 راس على هي 29000 ريال 1450 درهم خويا الرحالة تحياتي ليك الله يسهل عليكم هو الرحال بغيت نسولك كي جاك السوق شويه اليوم يا خويا السلعه قليله شويه السوق راه خاوي هذا الشيء اللي كاين هو هذا خوت السوق خاوي تبارك الله الشيء اللي كاين تبارك الله الله يبارك خوت السوق راه خاوي كما كتشوفوا مع الشتاء وداك الشيء هذا الشيء اللي كاين هو هذا سي عامر ما عندك تخرب اليوم؟ رحال الله يسهل عليك خويا رحال الله يسهل عليك المرض السلام عليكم كي داير نعمز بخير صحيح مزيان شبعتي شي شتا شويه ولا على البركه شحال عمي شحال 15 ونص تبارك الله الخوت 775 درهم الخوت شحال من راسيه 13 خروفه تبارك الله الله يبارك خا السوق شويه راه خاوي اليوم الخوت وراه كاين الثمن راه زايد الفلوس هادشي اللي كاين هو هذا هادشي راه بدا يطلع شويه هادشي اللي كاين هو هذا عطاك الارباح لواد على رب طرد رزقك هادشي اللي كاين هو هذا ونطلب الله يسهل عليه هادشي اللي كاين هو هذا الله يبارك 15500 775 درهم الله يسهل عليك المرضي وسمح لينا الله يحفظك سي عبد القادر كدير بخير صحيح مزيان شحال اخو عبد القادر 21 3 ياك 3 الخوت 21 تبارك الله الله يبارك الله يبارك الخوت 1050 درهم تبارك الله شريتهم هنا عبد القادر جابوا معاك تبارك الله هادشي اللي كاين هو هذا الخوت راه ما كاينش الكذوب ولا المزاح ولا والو تبارك الله 21000 ريال عطا الله الخير الناس شبعت ما الناس شبعت ما تبارك الله الله يسهل شبعت ما الله يسهل هادشي اللي كاين هو الناس راه مسكينه خاصه المراه الله يسقاهم وصافي هادشي اللي كاين هو هذا ونطلب الله يزيدنا الخير الله يسهل عليك السلام قادر الله يسهل عليك سير حال السلام عليكم كيداير خويا بخير صحيح مزيان شحال اخويا 23 تبارك الله الخوت 23000 تبارك الله الله يبارك الخوت على 1150 درهم تبارك الله الله يبارك شحال من راس خويا رحال 12 خروف الخوت هادي عبورة راه واقف الخوت وراه طليق للصواعة لكل شي الخوت هادي طليق حتى للعيد لكل شي تبارك الله غم راه واقفة وقلت صحيح هادي المرقد ديال بني مسكين يا خويا تبارك الله سير حال الله حفظك الله يبارك تخيل الميرا ديالك واش قول اخويا رحال 06 53 34 49 78 نمرة خويا رحال اللي بغا 12 حولية الخوت مرحبا حنطلبوا الله يسهل عليه يبيعها هنا الله يسخرك خويا الله يسهل عليك المرضي سير المحجوب شحال اخو المحجوب شحال المشرب اش داير في السنية؟ مشرى 40 2000 درهم الخوت تبارك الله تنية والد خروف اش اخويا هذا واش هذاك خريف الله يحفظك تبارك الله راه والد الخروف الخوت نعجرها تنية واللي بغاها من عند سي رحال ها هو مرحبا هادشي اللي كاين هو هذا راه والد خروف زوين عنده الدميعات الرجيلات كلشي ناضي تبارك الله خير يكون الميرا باعها هنا الله يسخر ما باعهاش اللي بغا يتصل بها هادشي اللي كاين هو هذا طرقوا طرقوا تبارك الله خروف راه زوين الخوت رطب بزاف نيبرو الله يبارك تنية تنية خويا تنية النعجم خلي الميرة ديالك ندير ديال الواتساب خدام عندك الواتساب قول ديال الواتساب 06 70 41 50 56 هادي الشيء اللي كاين هو هذا وتحياتي الناس كاملين ناس ايطاليا تحياتي لسي شرف من هذا المنبر الوالد ديالك الله يسخر الله يكمل عليه الحلال اخوت راه كطلبوا الناس الحلال هذا الشيء اللي كاين هو هذا والد خروف زين الخوت مليح تبارك الله الله يبارك هذيك الميره ديالو ديال الواتساب الخوت ندورو في السوق ونشوف لكم انتمينا سي رضوان السلام عليكم كي داير نعمس شبعتي شي شويه
ها شويه تبارك الله. اش عندك عندك شي نعجات هنا؟ شحال اخويا درنا نوكاد جات تبارك الله. مرش مطبوعات؟ لا مطبوعات. ورد شوف الطابع على كلشي. هذيك ولا الاخرى؟ شوف الاخرى، شوف الاخرى مورا عاد مطرقه ديال ناروك ولا مقاش مطبوعات؟ راه مطبوعات تبارك الله. الله يبارك. شحال اخويا؟ هما ثلاثة بثلاثة بثلاثة 76 ألف تبارك الله. شديرت السن؟ اثنين بثلاثة دافعت دافعت الخوت على ميلاد 76 ألف ريال. هادشي اللي كاين هو هذا الخوت، راهم دافعات ونقيات، راهم بثلاثة. هذيك كلهم عندهم الطنقة ديال ماروك، راهم لاحظ 76 على 3000 الخوت و 800 درهم. 3000 و 800 درهم بثلاثة الخوت تبارك الله. كي جاك السوق شويه خور دوال اليوم؟ سوق شويه البركه والله يرحمنا. باغا باغا خاصه انا الشتاء. هادشي اللي كان هو هذا. والله يسهل عليك باش يجيب لك تيسير خويا. سي سعيد السلام عليكم. تحياتي لك خويا. بخير هاني. شحال خويا؟ المشره المشره 90000 تبارك الله. الخوط 4500 درهم. اش ولدات؟ خروفه وخروف. الله يبارك الخوت. جات في السن؟ وحدة استاسية وحدة جمعت. الله يبارك الخوت. السلعة راه زوينة. والدة خروفة وخروف، راهم نعاج ملاحات الخوت وواقفات ومتوبات راسهم. هادشي اللي كاين هو هذا. ونطلبوا الله يسهل على الجميع. كنجيب لكم واحد خويا السعيد تاهو راه كيشري المليح. وراه الناس اللي شحال من واحد كيعيط لي كنخلي نمرتو اللي بغى هاد النعيجات راه يعيط لي مرحبا راه يكمل لك وخا ثلاثة ستة عشرة ما عندوش مشكل. فهمتي بنادم يكون عاش ود معقول وصافي. هادشي اللي كاين هو هذا. الميرة السعيد 06 22 43 50 70 نمرة خويا السعيد الخوت اللي بغاهم يتصل بها. هادشي اللي كاين هو هذا. نعاج راهم واقفات وصحات. راه والدة خروفة وخروف. الله يبارك الخوت. دروعة كلشي ناضي كلشي مليح ما في لا حبوب لا والو لا حتى حاجة. نعاج راهم كاليتيات الخوت تبارك الله. سي سعيد الله يسهل عليك خويا. الله يسهل عليك المرضي. سي سعيد السلام عليكم. كي داير نعمت بخير؟ صحيح مزيان. شحال خويا سعيد؟ 26000 ريال الخوت تبارك الله. الله يبارك. 1300 درهم. اش درت في السنه خويا سعيد؟ وحده للجامع. وحده للجامع كلشي صغير. الدفوع كاين تبارك الله. الله يبارك الخوت. النعاج كلهم دافعات. شحال من راسيه؟ سعاد النعاج الخوت وراه مقيات تبارك الله. الله يبارك. الله يحفظك خويا. الله يعزك. الله يبارك الخوت 26000 ريال وراه كاين الدفوع على الخوت. نعاج راه كلهم دافعات تبارك الله. الله يبارك. هادشي اللي كاين هو هذا. ونطلب الله التيسير تبارك الله. 26000 ريال خويا سعيد الله يسهل عليك. والله يسقينا هادشي اللي كاين هو هذا. الله يغيثنا الله يغيثنا خويا. شحال المرضي؟ السلام عليكم. كي داير خويا بخير؟ طيب شحال اخويا ديتي هادوا؟ 126 ما كانش عندك شتايا عا قول اصاحبي. 126 تبارك الله الخوت. 126 تبارك الله الخوت تبارك الله. الله يبارك. الله